والبقية تقول إن شاء الله خلال يوم الجمعة إن شاء الله تواصل لتساقط الأمطار خاصة على الواجهة الشرقية، أمطار شكل زخات بحول الله. كذلك تواصل لتساقط الثلوج أقول على القمم الجبلية الوسطى والشرقية التي يزيد علوها 1000 متر، هبوب رياح قوية على منطقة الأوراس وكذلك الواجهة الساحلية الغربية، بعض الأمطار غير مستبعدة على منطقة الواحات وحتى على منطقة تندوف، دائما تراجع لدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات. خلال يوم السبت بعض الأمطار مستبعدة على منطقة الواحات وتحسن في حال الطقس على الواجهة الشمالية، رغم ذلك أقول رياح ستهب بقوة على الواجهة الساحلية الغربية مع تراجع لدرجات الحرارة على شمال الصحراء. خلال بداية الأسبوع القادم تحسن في حال الطقس تقريبا على كافة الأرجاء الوطن، على الشمال وحتى على الجنوب هبوب رياح قوية ستخص الواجهة الساحلية الغربية مع درجات حرارة تتراوح ما بين 6 درجات إلى غاية 20 درجة على المناطق الشمالية وما بين 14 إلى غاية 30 درجة وهذا على المناطق الجنوبية.